بسم الله الرحمن الرحيم. برقية الترحيب لفخر القلوب والمآل وذخر الجنوب والشمال صاحب فضيلة الشيخ السيد الحبيب عمر أحمد الحبشي المرشد الديني الجليل بمناسبة قدومه الميمون بياني بازار سلهات بنغلاديش بتاريخ 16 إلى 18 مارس عام 2000 الميلادي كضيف الخصوصي في مؤتمر تفسير القرآن الكريم. الحمد لله، الحمد لله الذي أكرمنا بصحبة سبط النبي صلوات الله وسلامه عليه ورفقه ورفقة جاره، والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه الذين بذلوا جهدهم لإقامة الدين القيم والصراط المستقيم. يا سيدنا، نعماء الله تعالى كاملة وآلاؤه شاملة علينا، فيا طوبى لنا ونحن السعدان وأعيننا شبعان، فإننا نرى ببصر الأبدان صاحب السماحة الذي يجري في دمه دم الشهيدين السعيدين سيدا شباب أهل الجنة، وإذن يجري فيكم دم سيد الكونين والثقلين الذي هو كفيل الجنة للأمة. وإذا تخيلنا أنت الذي تعالت شخصيته وارتفعت مكانته حسبا ونسبا، جالس فينا وواحد منا، فاعتبرنا مفتخرا معتزا، وهز شعورنا هزا بالقلب والقالب، وإنكم من سلالة أسد الله الغالب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فنحن ذوي قلوب مرح وفرحان، ونستقبلكم في بلادنا بسرور وغرور، ونقول مرحبا بكم ترحيبا، أتيتم أهلا وتئتم سهلا. يا صاحب الرشاد، إن بلادنا الجمهورية بنغلاديش سكانها كلهم مسلمون تقريبا، وتشرفت وطننا بفيضان أولياء الله الكرام، وانتشر الإسلام فيها بجهدهم وكدهم مشرقا ومبرقا، وانهار ظلام الكفر والفسوق والعصيان من قلوب الناس هربانا. والإسلام في هذه العلاقة، هذا هو مأثرة هجرة شاه جلال المجرد اليمني رحمه الله تعالى، وبهذه السلسلة بدر البدرفور شاه محمد يعقوب، وزهر الزهور شمس العلماء والفضالة الشيخ عبد اللطيف فولتلي نور الله مرقدهما. وإذا صار الزيغ والتيغ والبدعة السيئة عملا واعتقادا في مسلمي بلادنا، طلع علينا الشيخ ونادى ناد بقوي يد فيها منارة هاد، فأنار قلوب المؤمنين بنور القرآن والسنة، وهدر كير البدايا والخدايا منهم، وأسست للتعليم والتعلم مؤسسات ومنظمات وجمعيات ولجنات بمشاورتهم المباركة، ومنها لجنة التفسير القرآن بياني بازار سلهت. وبدوء هذه اللجنة يضيء ضياء هذه المناطق من الظلمات السيئات، أقامها الله إلى يوم القيامة. يا صاحب الفؤاد، اللجنة هذه أسست لإصلاح الأمة من الزلة والزلة بدوء القرآن والسنة التي انهمكت في عالم الإسلام في الخواص والعوام من المسلمين الفرق الضالة المضلة في الشرق والغرب، التي دنست ولوست حقيقة جو الإسلامية التي عرضت علينا بالصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان على منهاج النبوة والخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لأنهم في الظاهر من أهل السنة، وفي السر يربون عقائد فرق الباطلة الطاغية، وهم تغنون الحقيقة ولكن يهربون منها بوجهة نظرهم ورأيهم بمصافة
بمسافة وقسوة من الدين القيم، حفظنا الله من غوايتهم وخرافاتهم. يا سبت النبي صلى الله عليه وسلم، من الله علينا بزيارتكم الشريفة وأسعدنا بقدومكم البريرة، ومن صاحبكم وعلى رأسهم فضيلة الشيخ السيد الحبيب عاصم عدي محمد يحيى دامت بركاتهم العالية. فالحمد لله حمدا والشكر له جدا، والصلاة لأهلها كاملة لا تحصى ولا تعد. اليوم والآن هذه مشهود لنا ولبلادنا لكونها فيها سبت النبي صلى الله عليه وسلم صديقنا ورفيقنا. حفلة الاستقبال هذه ما كانت على حسب التقدير والتوقير كما هو شأنكم وكأنكم، فنحن كئيبون ومكتئبون، فالمرجو بباب كرمكم أن تلتفت نظرة واسمة على حالنا وقالنا، وسلموا منا إلى صاحب الجمال على من هو كفيل الأمة وضامنهم للجنة حين ترجعون إليه، وأرسلوا دعوانا إليه كأننا نراه نياما وقياما. وأخيرا ندعو إلى الرحمن الغفران لنا ولكم، ورفع درجاتكم السامية إلى العلو والعالية. بارك الله لنا ولكم في الحياة والآل والمال. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والأمن والرفاهية في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم الإخوة في الإيمان. أعداء لجنة تفسير القرآن بيان بازار سلهة بنغلاديش، المؤرخة 17 مارس 2020 الميلادي. والسلام عليكم ورحمة الله. এখন আমাদের বিশেষ অতিথিকে মানপত্র প্রদান করা হচ্ছে। بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا يا رب. الحمد لله الذي أكرمنا وأتحفنا وسهل الأمور إلينا لنصل نرى هذه الوجوه النيرة في رحاب الله وفي رحاب سنة رسول الله وفي ظلال كتاب الله عز وجل.